ذلك. ومعنا الأستاذ أحمد البلال. يشرفنا أحمد البلال الطيب، رئيس تحرير جريدة الأخبار. جدا، جزاك الله خير. ده حتمو انت براك، تفضل. انا اول حاجه، انا احمد البلال الطيب، رئيس تحرير صحيفه اخبار اليوم السودانيه ومقدم برنامج في الواجهه، ومن اكثر المهتمين بملف جنوب السودان، العلاقات السودانيه والسودان والجنوب السودانيه. انا سعيد جدا اليوم ان اكون في جوبا واجد تلفزيونكم حتى الان تتحدثون اللغه العربيه الى جانب اللغه الانجليزيه، وده اكبر رابط. لا انتم لو اتكلمتوا حتبقوا عرب، ولا نحن لو اتكلمنا انجليزي حنبقى انجليز. فنحن انا شخصيا لما بكتب في جرائدنا بكتب الانفصال المر. يعني نحن جيل، انا كنت ما اتمنى عايش واشوف الجنوب انفصل. نحن ناس جيل حضرنا هنا بعد 72، جينا جوبا بعد الاتفاقيه، لكن بكل اسف كلنا ما وعينا الدرس. لكن الان انا بعتقد اننا نحن انفصلنا فقط جغرافيا، وجدانيا ما حننفصل. صحيح في مرارات، في مآخذ علينا، في مآخذ عليكم، في اخطاء مننا، في اخطاء منكم، في سوف كبير مننا. لكن انا سعدت جدا انت استخدمت كلمه الوحده. انا قلع على قناعه انه انا حي ولا ميت، حاشهد في يوم ما نوع من الوحدة. ليس بالضرورة أن نعود لوطن واحد، لكن أنا متأكد جدا، أنا متأكد جدا نحن في يوم ما ستعود هذه الوحدة بصورة ترضي طموحات الشعبين، بدون تنازلات، بدون تهميش، بدون نظرات دونية. لا، نحن نفتكر الآن، أنتم الآن تحكمون بكل قدرة واقتدار بلدكم. الآن أنا أعتقد ما حدث مؤخرا رغم أنه مؤلم جدا، أنا حزين جدا لما يجري الآن في جنوب السودان، وأأمل صادقا وأأمل أن يسمعني ريك بشار من هنا، وأنا أتحدث من مدينة جوبا. أرجو أن يسمعني، هو رجل صديق عزيز مثله مثل الرئيس الفكير، هو رجل صديق أنا أعرفه من 97. أنا بوجه له رسالة، بقول له يا ريك بشار خذ سلاحك وتعال خذ يدك مع أخوانك ديل، الحرب ده حتنفصلوا تاني اثنين وثلاثة، ونحن حننفصل اثنين وثلاثة واربعة. دي الرسالة اللي انا دايرة اوجهها لريك مشار وايضا للرئيس سلفا، واهني شعب جنوب السودان بعيدهم الوطن. ما بقول استغلال، انا اصلا ما بستعمل كلمة استغلال، لانه نحن في الشمال ما كنا مستعمرين للجنوب. نحن القناعات المشتركة خلت اهل الجنوب ينفصلوا بدولتهم، هم قادرين يستمتعوا بمقدراتهم وامكانياتهم ودولتهم. شكرا للاستاذ احمد البلال، وبعد هذه الكلمات الطيبات، والله يعني نحن نلتقي بك في حلقات اخرى، وان شاء الله حيكون يعني اللقاء مطول اكثر من كده لان الوقت يسرقنا. شكرا لك.